مشاهدينا اهلا بيكم معانا ومساء الخير. حلقه جديده من سيدتي النهارده معاكم، حلقه خاصه جدا في اجواء مختلفه تماما. النهارده شام النسيم، يعني دي عاده او عيد بيحافظ عليه المصريين من حوالي 2700 سنه قبل الميلاد. زي ما بتقول الكتب والتاريخ ان هذا الاحتفال بدا من 2700 سنه قبل الميلاد. نفس الطقوس، نفس الوجبات، نفس العادات، نفس التقاليد، كل واحد فينا عنده ذكريات حلوه قوي في الاحتفال بشام النسيم. نزلنا النهارده شمينا هوا حلو، النهارده كمان الجو تحفه فعلا زي ما بيقولوا الدنيا ربيع. معاكم النهارده هبه شامل مع عادل تالي حسن. مساء الخير. مساء الخير. صباح الخير. طبعا النهارده يوم جميل، وزي ما قالت هبه هو احتفال مصري من زمان جدا، والحاجه اللطيفه اللي فيها ان المصريين على مر العصور تم اثبات ان هم ما يقدروش يعيشوا من غير اللمه ومن غير فرحه ومن غير حب لبعضهم، لان فعلا كل احتفالاتنا لو خدنا بالنا المصريه الصميمه فيها تجمع وفيها اكل وفرحه واستقبال الاخرين بشكل جميل. فواضح فعلا ان زي ما دايما كل الناس بتقول مصر دايما بتاخد اي حد بالحضن وبتستقبل كل ضيوفها، والمصريين ما قدروش يعيشوا من غير حب بعض. فعلا كمان طبعا الفضائيه المصريه كانت بتحتفل من الساعه تقريبا 10 صباحا، وانا كنت معاكم من 12 ل 2. كنت مبدعه جدا بصراحه، مباشره الحقيقه اغاني بصراحه عملتوا لنا دماغ. كنت هروح لكن قلت القعده دي ما تفوتنيش. ايوه في دلوقتي لنجه وفسيخ جايين، اللمه دي حلوه. اولا برحب طبعا بضيوفنا الكرام دكتور شيري انسي نجيب، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنة. اهلا بيكي دكتور. اهلا بيكي. انا طالما تغذيه وعلاجيه وسمنة هنتكلم عن الفسيخ والبصل والكلام ده. معانا طبعا دكتور علاء رجب، استشاري الصحه النفسيه. طالما صحه نفسيه بنتكلم عن نفسيه المصريين النهارده بعد ما كانت في الحضيض زي ما بيقولوا، لكن دلوقتي اعتقد بقت افضل بكتير. احساسك ايه وصحتك النفسيه ايه وحضرتك قاعد وسط اربع ستات؟ انا عايز اعرف يعني ممكن الرجاله دلوقتي بتبص عليك في نص في شويه هيشفقوا عليك شويه يقولوا لك يا بختك، حضرتك بقى احساسك ايه وانك وسط اربع ستات راجل واربع ستات؟ لا اهلا بيكم طبعا، انا مبسوط ان انا معاكم النهارده في يوم مختلف، يوم جميل، يوم ربيع. لسه انت كنت بتقولي ان شايفه جو مختلف، المصريين نفسيتهم مختلفه، وانا جاي في الطريق الناس في النيل قاعده يعني الجو كمان حلو، الجو النهارده كمان جميل. الصحه النفسيه واضحه على وجوه البشر، يعني من جواهم في سعاده داخليه، احنا مفتقدين ان احنا نفرح، فلقينا النهارده فرصه جميله جدا ان احنا نفرح ونحاول نفتكر اي شيء يفرحنا ونبعد عن اي شيء يحزننا طبعا. وانا سعيد ان انا معاكم النهارده واطل على كل المصريين وكل سنه وانتم طيبين. نشوف بعد كلام الحلو قوي اللي قاله دكتور علاء، نشوف تقرير عن احتفالات المصريين بشام النسيم، وبعد كده نبدا حوارنا في سيدتي وحلقه خاصه جدا بمناسبه شام النسيم. يخرج المحتفلون بعيد شام النسيم جماعات إلى الحدائق والحقول والمتنزهات ليكونوا في استقبال الشمس عند شروقها، وقد اعتادوا أن يحملوا معهم طعامهم وشرابهم ويقضون يومهم في الاحتفال بالعيد. اخرجوا مصر، مكان جميل جدا جدا جدا، ما يتقعدش في البيت يوم شام النسيم، وكل سنة وانتم طيبين. قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ايه؟ لا
الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع من يوم بدا الكل على كل المواد عدل 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 عدل، ما فيناش كامل وما فيناش مانع اتقفل لي على كل المواضيع. انا مش عارف دايما لما بنيجي دايما يعني شؤون من نسيم لازم الاغنيه دي هي حاجه خلفيه كده في الحياه. فريد الاطرش والعيد ليله العيد. ايوه بتاعكم كل شيء. طيب احنا على الهوا احنا عارفين على فكره، بس احنا بنكمل كلامنا معاكم. هبه طبعا واكله رنجه الصبح. وكمان شكرا على التعليق الصوتي يا هبه. ده تعليق صوتي يا باشا. صوت هبه من الصوت المميزه على مصر. فعلا بجد ربنا يكرمكم. دكتور عايزه اعرف دلوقتي احنا ما عندناش تخطيط زي زمان، زي ما تقول كده المصريين من زمان كمان خلي اتكالك على الله، ما فيش تخطيط مثلا لاجازه. يعني انتوا عارف في الدول الاوروبيه لازم الويكند ده مهم جدا لاعاده الروح مره ثانيه للريفرشمنت، فعايزه اعرف ليه المصريين النقطه دي عندهم مش موجوده. هو حقيقي يعني احنا زي النهارده كده بننتهز فرصه اي اجازه ان احنا نحاول ان احنا نخرج عن الجو التقليدي اللي احنا عايشين فيه. احنا دايما لما اي حد بيقول لك ايه انت حياتك فيها روتين ليه؟ انت تقليدي ليه؟ لما تيجي تضرب الروتين ده او تغيره بتحس باحساس داخلي ان انت حاسس ان انت سعيد. ازاي ان انت توصل ان انت سعيد وتمنح لنفسك السعاده الداخليه من جواك، وان انت تحاول ان انت تغير من نمط شخصيتك التقليدي، ان انت تحاول ان انت زي ما انت بتقولي كده تخططي لحياتك بجد. انت رايحه الشغل، طب ايه الحاجات الجميله اللي انت بتحبيها في الشغل؟ ان انت بتقابلي اصحابك، يبقى لازم تركزي ان انت هتقابلي الجانب الايجابي، مش اللي هو بقى الوقت ان انا هتعب في الشغل او ان انا في علاقه بيني وبين اصحابي مش ظريفه او المدير بتاعي، لا ادور على كل المناطق الايجابيه اللي انا رايح عشانها، فهلاقي انا مبسوط ان انا بقدم على ده كويس قوي. اوكي في نفس الوقت انا لما اجي اخطط لحياتي التخطيط ده بيبقى الشخصيه نفسها اتعودت ان هي مثلا الصبح عندها كل واحد بيبقى عنده ثلاث اربع حاجات عايز يعملها. في ناس بتكتب انا عايز اعمل 1 2 3 4، وفي واحد تاني بيقول اهم حاجه عندي في حياتي اعمل الحاجه دي وبعد كده الحاجه التانيه. خلي بالكم يا جماعه احنا ما بنعملش وما بنسمحش غير الحاجه اللي بتهمنا بس. يعني اي حاجه يعني على مستوى الانسان دايما بيسمع الشيء اللي هو عايز يسمعه، هو ما بيسمعش الشيء رغم ان انا مثلا شيء مهم جدا. طب انت بتسمع نفسك؟ يعني انت بتسمع نفسك كويس؟ خلي بالك اللي بيسمع الناس كويس بيسمع نفسه كويس. يعني استحاله تلاقي حد هو مع نفسه ما بيسمعهاش ويبقى عارف هو يسعد نفسه ازاي ويخطط لحياته صح وهو ما بيعرفش يستمع للاخرين. اوكي حتى دايما بقول ايه، حتى زوج وزوجه مثلا ايه، حتى في مواعيد الاجازه عايزين نتكلم بقى في الحته دي، احنا هنروح فين في شم النسيم؟ انت مخطط لنا هنروح في العيد، يجوا قبل يوم شم النسيم بيوم احنا عايزين نروح نلاقي الحجوزات كلها بسم الله ما شاء الله. يعني كل اصحابي ما عندكش مكان في شرم، ما عندكش مكان في الجونه، ما عندكش مكان. طب انت كنت فين؟ ما انت كنت عارف ان في مناسبه. ايوه انت ليه جاي مصر دقيقه كده؟ وفي اخر دقيقه ومصر جميله ممكن نروح بعد كده على النيل وممكن يغير من حياتنا. ليه دكتور شيري الكلام ده مش منطبق على الاكل؟ يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن المصريين يحضروها من بدري جدا تحضير الاكل شم النسيم، الرنجه والفسيخ وكده طبعا دي بيبقى بالحجز بقى وتنظيفها، وست البيت المصريه بتتبارى انها تعمل اصناف كتير بالرنجه والفسيخ. انا عارفه ان مرضى السكر والضغط ليهم طبيعه خاصه، وحضرتك هتنصحينا ازاي نتعامل مع الاكله دي بقى من غير اذى نفسي وغذائي وكده. يعني زي ما هبه قالت احنا دي عادات تورثناها من زمان خالص ومن ايام الفراعنه، ده حتى على المعابد عندنا حاطين الاسماك ديت، بس احنا من زمان واحنا بناكل الحاجات دي بس بناكلها بطريقه صحيه، ممكن نكون احنا لخبطنا شويه فيها دلوقتي. بس مثلا طبق الرنجه او الفسيخ لما يتحط جنبيه شويه خضره الخس والجرجير والحاجات دي بتقلل قوي من امتصاص الدهون اللي موجوده في الوجبه ديت. برده المفروض ان احنا ما ناكلش كميات كبيره قوي منها عشان الملح بتاعها عالي جدا. من برضو اهم الحاجات اللي عايزه اقول للناس عليها المصدر انا جايبها منين، لان احنا سمعنا سنين كتير عن الناس اللي بيجي لهم تسمم غذائي من الكلام دوت، وشويه كده وبنتكلم في الاعراض عشان لا قدر الله لو اي حد حصل له الحاجات دي يلحق نفسه بسرعه. فلازم ابقى متاكده ان انا جايباها من مكان مضمون من حد انا اعرفه. في شويه حاجات كمان ممكن اعملها انا في البيت علشان اتاكد ان السمك دوت ما يبقى يعني سليم ولا يبقى سليم. اعمل تيست يعني او اختبار
غير في صفات معينه يعني مثلا مفروض السمكه تبقى كامله ما يبقاش فيها اي قطع، مفروض العين بتاعها تبقى فيها لمعان او بريق، الخياشيم تبقى حمراء، الرنجه نفسها ما تبقاش فيه تهتكات في الجلد بتاعها من بره، تكون سليمه، ريحتها طبعا مهمه جدا، هو طبعا الفسيخ ريحته نفاذه بس في ريحه عفنه او في اللي هو الديدان اللي موجوده في لما افتح الاقي الكلام ده كله لازم ناخد باله لازم ناخد بالنا منه جامد جدا، لان فعلا احنا في سنين عدت علينا في مصر كان بيبقى فيه في شم النسيم حالات كتير قوي من التسمم، فلا قدر الله ان شاء الله النهارده يعدي كده على حلو والناس تستمتع بالفسيخ والرنجه. يا دكتوره شريف كل دكتور يعني كل واحد هيجيب فسيخ ورنجه يجيب دكتور. ايوه صح. لا هي بصراحه اللي كانت صعبه جدا بالنسبه لي قصه ان الريحه بتاعته ما تكونش، لا في ريحه الفسيخ معروفه لينا وفي ريحه ثانيه ريحه الفسيخ البايظ. ايوه في فرق. انا خبره يعني هو ريحه الفسيخ في بقى كمان بعد كده ريحه ريحه حاجه يعني ريحه الفسيخ احنا كنا بناكل فسيخه يعني ريحته مقبوله يعني صح، لكن في ريحه ثانيه بتبقى ريحه ايوه عفنه فعلا. في ناس كمان بتاكل فسيخ وما بتقولش ان هي بتاكل فسيخ يعني حاجه بمعنى يعني ليه يعني بيكسفوا؟ لا بيخافوا ولا ايه؟ لا ولا لا 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 يقول لك ايه يا حضرتك؟ يقول لك ايه؟ ما تاكلش فسيخ، اوعى تاكل فسيخ، فالتاني يقول له لا هناكل رنجه بس، فيجي يلاقي الاسره قاعده تاكل فسيخ نفسه تتفتح بقى نفسه تتفتح ويقول لك ايه؟ طب ما نجرب، هم كانوا ما جربهمش حاجه، ما ياكل زيهم. طب قول يا دكتور يعني لمه العيله على الاكل زي الفسيخ ورنجه زي في رمضان زي في كل الاعياد الحقيقه، لمه العيله على الاكل ده بيخش برضو في اطار ان نعمل توازن نفسي وعندنا صحه نفسيه عاليه؟ هكون معاكي صريحه. اتفضل. اوكي؟ لمه العيله مش موجوده، بقى في لمه الفيسبوك على الاكل، بتكلم على الاكل ولمه الواتساب وتلاقي مثلا انت حضرتك هتروحي، خلينا نتكلم بصراحه. ما انا لسه بقى كنت بقول بقت صله النت مش صله الرحمه. لدرجه ان كل واحد ماسك جهاز، احيانا انا مثلا جات لي رساله ولا حاجه بابا الاقي كريم ابني بيقول لي وريم ومريم يقول لي يشدوا مني الموبايل، مش انت بتقول وانت قاعد مع البيت ما بتكلمش في التليفونات ما تشوفش السوشيال ميديا، خلي واحد قاعد بجسمه أيوة لكن ايده شغاله طول الوقت حتى لو بياكل فسيخ ورنجه؟ لا هو بياكل فسيخ ورنجه ويصور نفسه اهم حاجه، وكلنا فسيخ ورنجه ولازم يتبادل ده. عايز اقول لك اللي انت قلتيه يا هبه انه فعلا اللمه نفسها بتعمل طاقه نفسيه بين العيله، بتلاقي ايه خلي بالك انت بتكلمي جوزك ولا حد من والدك يكلمك ما تكلمهمش كانهم غنوه، يعني دايما ايه انت بتكلمي حاضر وشغاله او حاضر عندك، الطفل الصغير والزوج والزوجه لما بيتكلموا بعض لازم عينيكي تبقى في عينيه في تواصل فعال، لازم تسمع كويس قوي، ربنا مدينا ودنين ومدينا بق واحد ليه؟ لو هو اهميه الكلام اكتر كان ادانا بقين، لكن هو مدينا ليه ودنين عشان اهميه الاستماع اكتر، فتلاقي دايما ايه الحته دي هم قربوا بياكلوا مع بعض، بتلاقي الحاجات الجميله بتحصل، انتوا النهارده جايبين مع بعض مثلا رينجه اليوم ده مش هيتنسي وتتصوروا فاكرين اللمه دي وكل واحد عمل ايه؟ طبعا ده بيخلي فيه صحه نفسيه رائعه جدا، بيخلي نوع من انواع الايه؟ الاحتواء اللي احنا ناقصينه في العيله المصريه، لكن انا شايف النهارده مناظر ايجابيه مش عايزين نعمم، يعني شايف ان اسر خارجين مع بعض في مراكب، اسر خارجين مع بعض في النادي مع بعض، هم مع بعض لكن كل واحد عنده اهتمامات، ازاي نقرب لبعض اكتر ده اللي احنا محتاجين ايه ان احنا يعني ممكن نقول التكنولوجيا خربت كتير من الموده وصله الرحم، لان فعلا تبقى مثلا رايح لمامتك تلاقي الخمسه قاعدين كل واحد بيعمل كده وما بيتكلموش بعض، واسمي زرت ماما خلاص. زرت يا ماما، التكنولوجيا هي العدو الاول للاتصال بين البشر. التكنولوجيا هي العدو الاول للحب. رغم ان المفروض ان يعني الهدف من السوشيال ميديا ان الناس تتواصل اجتماعيا لكن للاسف هي تواصل الي يعني بين انسان الي بلا مشاعر بجد. ما ده بره اصحابك بره انت بتتواصلي معاهم، هو تعريف الحب ايه؟ ده دلوقتي الناس بتبقى في اوضه ممكن حد يبقى في اوضه حد تاني في اوضه ويبعتوا مسج ان انت تمنح الاخرين مشاعر واحاسيس مش تمنحهم كل كريتر طول الوقت انا بعمل كذا انا بسوي كذا بقت متعه. انت عارفه ده ليه؟ عارفه احنا ليه لجأنا لده؟ لان ما بنلاقيش حد بيسمعنا باهتمام واللي معاكي بيرد عليكي في نفس اللحظه. دكتور شيري انا ابعت لك اس ام اس دلوقتي هقول لك ايه بقى؟ بعت لك رساله انا دلوقتي على الواتساب بقول لك لو دلوقتي انا قررت زي ما حضرتك قلتي ناكل اكله الفسيخ العظيمه ونكشف على الوحش والحلو وناكل الخضره جنب الرنجه، لكن دايما ناس كتيره بتقول اشرب ميه كتير وفي طقوس تتعمل بعد اكله الرنجه برضو صحيه، ايه هي؟
هو زي ما احنا قلنا لازم ناكل خضرة كتير. نحاول مثلا لو هناكل بعيش يبقى عيش بلدي برضو. وجود الالياف والردة والحاجات دي مهمة جدا جدا برضو، تقلل شوية من امتصاص الدهون اللي موجودة والاملاح الزيادة اللي موجودة في الفسيخ والرنجة. شرب المية مهم قوي قوي، لان بيقلل شوية من الاملاح العالية بتاعت الفسيخ، يعني بيعادل شوية الملح العالي دوت. لما بشرب مية بخفف الملح العالي دوت، فمهم قوي قوي شرب المية. كمان مهم جدا ان انا احاول بالليل اكل خفيف بقى، يعني ايه يعني الناس بتاكل بقيه اليوم بقى. نعوضها بقيه اليوم، لان دي طبعا احنا يعني صعب نقول في الاعياد الناس تعمل دايت ورجيم، صعب اللمه والعيله وكده. هو احنا بس بنقول شويه كده ايه تيبس خفيفه ان احنا ناكل كميات قليله، نحاول نحط حاجه صحيه جنب الاكل بتاعنا بقيه اليوم، خلاص ان انا ما اكلش بقى زياده بقيه اليوم، اكل حاجات خفيفه كده. هو دكتور التعفن، التعامل مع الاطفال ازاي في القصه دي؟ في اطفال بتحب الفسيخ جدا زي بنتي مثلا، مش بقدر ان انا يعني انا بضحك عليها احط لها حته صغنونه ويعيش قد كده. عارفه تعملي ايه؟ تاكليها من قبليها حاجه شبعانه. احنا في شم نسيم بقى خليها الصبحيه تعمل البيض الملون وفطريها مسلوقه وحبه حاجات صحيه كده، فهي تبقى معدتها مليانه فمش هتاكل ممكن. كتير على الغدا. طب لو ساعات كتيره برضو في اللمه مع الفسيخ بيبقى في حلويات بعديها مثلا او حاجات زي كده، هل برضو ناكل برضو بعديها على طول ولا في نسيب وقت شويه؟ الواحد فعلا لما بياكل حاجه مالحه قوي دي بتزود شويه اللزوجه بتاعه الدم، والواحد بيبقى عايز يعادلها بحاجه مسكره. فطبعا غلط ان احنا ناكل فاكهه او اي حاجه مسكره دايركتلي بعد مباشره بعد الاكل. لان ده بيخلي فيه حاجه اسمها انسولين، هرمون الانسولين بيعلى في الجسم عندنا، فدوت في الدم عندنا، فدوت بيخزن الدهون اللي موجوده في الوجبه دي. فمستحب اننا نفصل ساعتين ما بين الوجبه الرئيسيه واي حاجه مسكره انكلودنج الفاكهه. فاحنا ممكن برده ناكل حاجه مسكره برده بكميات قليله، العيد واللمه واكيد في تورته في ايس كريم في حاجه كده اهوت، بس برده ايه نستنى شويه بعديها بساعة أو ساعتين كده هوت، وناخد حاجة بسيطة كمية بسيطة. مش عايزين ننكد على الناس النهارده بلاش حلويات. زمان يا دكتور علاء كان معروفة مواعيد الغداء الفطار العشاء، وكله بيتجمع على السفرة. دلوقتي برضو السفرة بقت منظر جمالي أو ديكور مركون، كل واحد بيتغدى في وقت معين، الأم بتتغدى في مكان في وقت معين وفي مكان معين، ومبقاش فيه لما خالص. ليه احنا وصلنا للمرحلة دي برضو؟ نتكلم بصراحة. احنا بنتكلم على ان ده شيء طرأ على الأسرة المصرية ولا ده شيء عارض؟ يعني مثلا لو انت متجوزة وجوزك تمام التمام وبيجي في ايام في الغداء، بس عنده مثلا شغل النهاردة فمش هيقدر يجي على الغداء، بس الغداء احنا اتغدينا انا والولاد. اللي بيعمل ده يا جماعة الاب والام. الاب والام هما اللي بيحطوا رولز. خلينا نتكلم بصراحة بصراحة. واحد يقول لك انا حاولت كتير، انا حاولت مع ابني كتير، اقول له لا، احنا بنستسهل. الاباء والامهات احيانا بيستسهلوا، والامهات اكتر بتشيل العبء فبتبقى خلاص عندها الطاقه السلبيه كترت فما بتقدرش، فبتتساهل في حاجات كتيره قوي. اوكي انا النهارده عندي ظروف، لكن انا بتصل مثلا بالبيت، احنا لسه متغدين، طب هنستناك هنتغدى شويه. المتابعه الاصرار على الشيء بيتم تنفيذ الشيء. احنا للاسف الشديد كلنا وانا احيانا منكم احب نفقد حته الاصرار شويه على الشيء، يعني اللي هو ايه عايزين نتغدى مع بعض، ممكن نعمل نظام، طب خدوا حاجه خفيفه لغايه ما بابا جاي. يعني ماما جايه وهيبقى الاكل. احنا لو عملنا بروتوكول واتفقنا ان ده تثبيت العاده، مشروع تثبيت العاده، وده مشروع اسري، ان احنا عندنا مواعيد يا جماعه في الفطار، عندنا مواعيد في الغداء، عندنا مواعيد في العشاء. هو كان صح ده زمان، لكن دلوقتي ظروف حياتنا صعبه فيها شويه ان حضرتك تثبت مواعيد. يعني الاب مثلا ممكن بيرجع دلوقتي البيت الساعه 8 7، الاولاد صعب يقعدوا ما يستنوا. مش كل الاباء بيرجعوا 8، انا معاكي، مش بس مش كل الاباء، معظم يعني نتكلم معظم الناس المطحونه يعني. لا بس طب انا هقول لك على حاجه يا معلم، ليه مثلا في الاقاليم في المنيا في المنصوره في الدقهليه وقرايبنا وقرايبكم تتصلي بالظبط في مواعيدهم تقول احنا لسه متغدين دلوقتي، خدي كلمي ابن خالتك، خدي كلمي اخوكي. اشمعنى احنا اللي بنقول يا مها، احنا اللي بنرمي الشماعه الاشياء. لكن لو بداخلنا ده احنا ده انا افتكر الساعه 3 الغدا، انا الساعه 3 دي 3 ونص بابا 3 الغدا يعني ده يعني 3 عز شغل والمرور شخص مثلا او مزنوق على المحور او على الكوبري يعني. بص انا هدينا نظريه ايه اجيبه منين دلوقتي؟ بصي او اقعد الاولاد يستنوه 3 ساعات؟ لا مش هيستنوا، انا بس بكلمك على بصي يا مها، انت النهارده انا قصدي خلينا واقعيين. داليا معاك سوري يعني بتجيها الساعه 4
مره اتاخرت جيت لي خمسه بس عشان الظروف، لكن مش ممكن كل مره ليا اتاخر عليكي. هو الفكره احنا نبقى ما نستسهلش الفكره يا جماعه، احنا بناخد حاجه في دماغنا ونقعد ندورها زي بالظبط كده الراجل والست بيتكلموا مع بعض، انت ما بتردش عليا ليه؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ انا بقول لك رد عليا انا عايز اعمل كذا. الراجل او هي فهمت ان الراجل تفكيره بيختلف عن تفكير الست، الراجل بيفكر في المشكله وبيحاول يلاقي لها الاول حل. اوكي بتاخد فتره. الست دايما تحب تفكر بصوت عالي، بتفكر وعايزه تفكيرها كلنا نشارك في تفكيرها. طيب والله ست طيب واضحه. انا بقول لك حاجه بس طب لا قبل ما اكمل كلام استاذن حضراتكم بس هيطلع الفاصل. نروح لفاصل بعد كده نكمل كلامنا بس.